إصراراً على إرادة الحياة التي لم تستطع ظروف الحرب على سوريا أن تمحيها، أطلقت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حملة تشجير وطنية ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الشجرة 65 في منطقة الصبورة بريف دمشق. نحن اليوم في محافظة ريف دمشق نشارك رفاقنا وأخوتنا حملة التشجير في المحافظة. هذه المحافظة الزراعية الهامة، وطبعا كلنا يعلم أهمية الشجرة من الناحية الاقتصادية والبيئية، ونحن بوزارة الزراعة لدينا رؤية لتطوير المساحات الخضراء وزيادة هذه المساحات وتطوير الحراج والأشجار المثمرة. نحن هون نحتفل بعيد الشجرة. الشجرة هي العطاء، هي المحبة، هي حب الوطن، وهي الصمود. ونحن بإذن الله في انتصار، ونحن اليوم نحتفل بعيد الشجرة، وسنحتفل قريبا جدا بانتصار بلدنا وبعودته زاهرا مشجرا. اليوم في احتفالات والأعمال التي تقوم بها الحكومة السورية في العيد الوطني للشجرة، ضمن هذا الجو الذي تعيشه سوريا من الحرب الإرهابية التي تشن على هذا الوطن، والتي كان فيها الكثير من الدمار للشجر قبل البشر، يأتي دور حزب البعث العربي الاشتراكي وبالتوجيهات من قيادة الحزب على المساهمة الفاعلة في هذا العيد الوطني والمشاركة من كل المنظمات وكل الفعاليات الحزبية. تأتي هذه المبادرة تأكيداً على أهمية إعادة إحياء العديد من المواقع الزراعية والحراجية في محافظة ريف دمشق، وشارك فيها مختلف الفعاليات الأهلية والشبابية والطلابية ومنظمات شعبية ونقابات مهنية. نحن هون جينا عن برنامج إنه تشجير من مدرسة باسل الأسد. نحن متطوعين بهذا البرنامج من شان بلدنا، مشان نعمر كل الدمار والإرهاب، لأنه نحن صامدين بوشه، مستحيل إنه نوقف، وتمنى الخير لسوريا والله ينصر الجيش. اليوم جينا نحن فرع اتحاد فرع ريف دمشق واتحاد شيبة الثورة لنزرع الشجر اللي قطعوا الإرهابيين، ولحتى تكون شجرة المحبة وشجرة السلام وشجرة النصر بإذن الله. نحن عم نزرع محبة للوطن وعيد الوطن، ونحن هون موجودين من شان تبقى بلدنا خضرة. رسالة جديدة يؤكد فيها السوريون أنهم أبناء الحياة، وأن الشام كانت وستبقى أرض الحضارة الإنسانية الأولى.